القناه الناقله لمباراه بروسيا دورتموند وفياريال الوديه نعرض لكم تردد قناه الشارقه الرياضيه 2022 على النايلسات وعربسات، حيث يمكنكم الان مشاهده ممتعه لجميع مباريات التي ترغب في مشاهدتها بجوده عاليه وصوت نقي، لا سيما وان القناه من اهم واشهر القنوات الرياضيه التي تعرض مباريات كره القدم والدور الأجنبي والعربي والعديد من الرياضات الأخرى الممتعة. إليكم التردد على النايلسات والعربسات، شاهدوا معي التفاصيل.